مرحبا حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير. يا ريت إذا حبيتوا الفيديو تحطوا لايك، وإذا أنتوا جداد تشتركوا فيه. معكم نيلي مع أطيب وصفة يخني ولخ بدون هبرة. يلي مقاديره: ربع كوب طحين، واحد وربع كوب من البرغل الناعم، واحد ونص كوب من الشيشة. التوابل: كزبرة، ملح، فليفلة حمراء، فلفل أسود، واثنين معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، وبصلة صغيرة، واثنين معلقة من زيت الزيتون، وثلاثة معلقة كبيرة من زيت المازولا، 200 غرام من بيبي مخلل البصل، و 400 غرام من الحمص الحب المسلوق، كيلو من لحم الشقف. مقادير مكتوبة على الشاشة. أول شي بننقع الشيشة لمدة ساعة، وبعدين بننقع البرغل كمان لمدة نصف ساعة بالمي العادية، يعني بننقعه. هون نقعناهن ونتركهن بالمي لبين ما يشرب كل المي، بعدين بننزلهن بصحن عميق كل البرغل والشيشة، بنخلطهم ونحط التوابل: الكزبرة والملح والفليفل الحمراء والفلفل الأسود ودبس الفليفلة، وندعكهم مع بعض، ندعكهم بالإيد بشكل كتير منيح. أسفة شوي صوتي مبحوح. بعدين نحطهم محضرة الطعام، نخلطهم كمان هيك بمحضرة الطعام كله مشان يصير هيك مثل المسكة مثل المسكة. آخر شي ناخد الطحين وندعكم بالطحين ونبلش نشكلهم بالزيت، ايدنا نلتة بالزيت ونبلش نشكلهم كلهم بشكل دائرة، هيك الكباب بنسويه بشكل دائرة. بعد ما شكلناهم نقليهم، نحط زيت ونقليهم هيك بالزيت، زيت القلي يعني، نقليهم لما يحمروا من كل الجهات، نشيل الصايرين، نحط البصل بنفس المقلاية، نحط البصل ونحط بعدين يتبل شوي ونحط اللحمة فيه، لحمة شقف هاي، ونقلبهم، وبعدين دبس الفليفلة كمان نحطه على طرف. بعد ما يقلي شوي اللحمة يتغير لونه نحط الدبس الفليفلة. وبعدين أنا هون غيرت المحل، يعني كبرت المحل وسعته وحطيت المي وخليته يغلي يغلي أكتر من ساعة يعني، وبعدين بننزل بس يغلي ننزل الكبة فيه. آخر شي بنحط الحمص وهذا البيبي البصل، هذا مخلل هو. اللحمة مع الكبة ينسلق تقريبا ساعة ونص لساعتين، وآخر شي بنحط البصل والحمص وهيك، وزينتهم بشوية كزبرة وقدمتهم. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بلايك وكومنت. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. هيدو.